إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد عشر كوحو كبل أما يا كتابك العربية بين يديك جزك صدحات حاشدة بقول إيو أفرية طبعا تدريب واحد أولا الاستيعاب والمناقشة كل كهرة وفهم لفهم عشر كيان صومرنا هي مناقشة وآه إن لغوصهم إيو دوت أما كهدر أما باريتان تدريب واحد ليلس ككوبات أجب عن الأسئلة كتشواب سؤالها التالية صوص عضا باختصار سكوما وكتشواب واحد ماذا كان يعبد قوم إبراهيم قوم كين إبراهيم محايا عابد جرين أسنام بي عابدين لماذا لم يعبد إبراهيم على أسنام محو عابد واي تيلاه بحروني الدين بوال له وحيودي ثلاثة كيف دعا إبراهيم والده سيدو قياري آبه سيدو ناقسم بو قياري أو مارت هذا الآدي آدو قرح بضون حريس بضون أربعة كيف استقبل والده دعوته محو كقابلي أما محو كجتش هو آبه تعودي أما باقي دينيد أيو الله رنياها وحكيتشوا رفض يديد مو قيحا أيو كيتشوا كيف بين إبراهيم لقومي أن لا تنام ولا تنفع ولا تضر سدوا عدي إبراهيم وقردي وخرشي وقشاقي أصنام تنا عابديان إن أنا وحنا أنفعين وحنا تري وحنا وحييلين ما كل يجي تتبي كيتشوا بكر وعد وحيا شيء أي وعدي فعل بو وعدي ستة لماذا رفض قوم إبراهيم دعوته محيودين قوم كي نبي إبراهيم باقوا سوى شديد دين محيودين وحيودين لمصلحة يعني وحي أركيين إلى مصلحة دي كقبا بايسو الدنيا وماضح نماء يمال يمقع إلى كوائيان أي أركيين يكو مركا وحين تارها على لماذا جعلوا عقوبته الحرق بالنار ما هي وقتنا يعني عقوبة دي ممكن يبرهم تشبيه أصنامتي عقابتي أي أي مارت حكم كل دين ما هي وقتنا يعني دب كل جبال يعني هو حقوق هذا يعقاب هو هذا جي سنكر لها ينبوها إلى بس كبد بادي ثمانية لماذا لم تحرق النار إبراهيم ما هي وقبو دب كل إبراهيم إلى بأمر سين نارته إلى نجوبين ويقول بقبول نقطه تسعة كيف بين إبراهيم النمرود أنه كاذب سيدوك عدي النبي إبراهيم عليه السلام بقر كي النمرود لوريك لإنه بين عليه مركو يري وعدك صوصار تعد عيادة حقا أي كد عضا كصوصار أدوه فبهت الذي كفر بالي مركا صوه وريا ري وعدات إنه بين عليه إله نمضه الشيء بين تاي إسنه يسوق هذه هرنه يسوق ومدنه يوقاتي عشر من الأسلوب الذي تبعه إبراهيم حياة هبكي يهنانك أرعى إبراهيم ما عدد يعبدون الكواكب كوي عابد يحدقها هبكي ومركو دعوة دينه فهم سيئة دمعي أرعى محوى وهبكي أها إنه أرعى وورد مركو رأينا هذا عادك تاسا إلهي طيحاء عاداء مركو دمعي وضع دعانا ويلي من نقوم كران إلهيه إلهي حق هذا أيجا أبو ربي نعبد النهود. تدريب تاني ليلس قال الله بعد وحوى يذكر مناسبة كل آيات. واحد شيخت آيات كست مناسبة يكون صارت. أما أرنتي أي كهلسي من الآيات التالية آيات هن صوص عضاء القرآن كا واحد كم ذا واحد أنا أحي وأميت بوري. أنا بوحوان ولا يوحنوان دلابور كين نبرود بارنيا. ومركا ودعوة وشيخي إبراهيم نبرود أولها إلهي والله. وحنا دلوا وحنا نوريبول أبوه دلوا أبوه نوريبول. أنتوا الله واحدا من الدليل من السيداي.
إتني قلنا يا نار كوني بردا قلنا وحنا يا نار نار هاي كوني واحد نقطها بردا متقبو نقو وأن كريل هاي مرك إبراهيم الله يعو وسلام النبي لي أنا سي على إبراهيم وقبو نها كدلين كريل نها كدلين نبضها كاهلو وكان نبض قلو وكان نبض قل النبي إبراهيم رفع عنه وكنا وراء من ذلك كشري ثلاثة وإذا يرفع إبراهيم مرك كرو قاضي تاسوا مرك جبين من دولي مناسبة دوال حسك كرنا يسوا مرك جبين بين هاي تا وسود شيء أنا جبال وطلع كرنا يو أما إن شنيك هذا خد ثورين ميل فوق طبقة كذا ثورين ثلاثة وإذا يرفع إبراهيم مرك إبراهيم كرو قاضي القواعد كندك يسأسك شريط هوس من البيت كعبة يو إسماعيل إسماعيل مرك يسأسك وتهاجين أجنت وقت مني وأنت هوس ألوك كسا القواعد ربنا بإله أن تقبل إله ونجا أقبل ونجا جدون ونجا أقلو منا أن نجا عمل كم ونعسنا إنه قبلني أنو خش قاين إنه إنك أذو أنت أذو السميع الله وحلب مغلا يبات هاي العليم وحلب أق تاسير ومرك ليسين إبراهيم إسماعيل عليهم السلام جوري ومرك ليسين كعبة بلابين أربعة سلام عليك استغفر سلام عليك إن بتجيله دش هذا ها تقول إبراهيم بكورني أبيه بكورني سأستغفر لك ربي إلهي من دم داف كوسو ودين دون أبو الوليبة إلهي كون دم دافو كهانونيو أيو إبراهيم ما كوسي أدو قابلي أبي أو حق ديدي سوى واردي ماذا كو حرمين إياه خمسة قال وحويري قال وحيد أهدين با إلهي لحرقوه قبع إبراهيم وحارني قوم كي إبراهيم كرنا شيء وسروا أقرقار آليها تكون والي إلهي يدين أقرمده أقرقار أو أرقوي إن كنتم فاعلين هذا دو حصمين إسان وروا احتري آتين كعمايشة إن كير جوبي إلى هيدينا هو أرجو جوبي إلى هذي وأمرك دورين جوان قادين جوان إبراهيم أكو تلاقي عليهم يو عقابة يا أو كل عقابة بربرنتو أصنامتي عبودين بربري ستة الراغبون مياد نعيسى أنت أدوغو أدوغو أنت أدوغو مياد نعيسى أود أدي دنتهاي أنا يا عليها تي إلى هيدي دي أنا نقول عبودي يا إبراهيم إبراهيمو أزر ما أرنا يا أو أه إبراهيم أبيه سبعة بل فعله كبيرهم بوري ما يوحى سميهي هو بربوري أرغو كمان سميهي كوغوين هذا كان قدن تينا لغون تأصران تهي فاسألوهم وحويدية كمان لتشجبية ما يشجيفة أصنام تأ إن كانوا ينتقون ده هذا اللي كان يعني تبل وحويدية وحن يالده وحا يسكت هران دا يو موحا نشيك كرين عدي وحو قيستي محامر كان لقع عبودي وأبو توسى يا مركها هو مرك كل هذين أنت فعلتها أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم والماذا سر وقرا إبراهيم إلى هي ذي مرك إلى هذين بقول ما كانوا وين بالله ويدي أو ورئيس هذه وحشية هذا الكريان أنت فعلت مرك كل ماذا سر ماذا سر وقرا ثمانية فإن الله يأتي بالشمس لا على ضوحه ككيرا من المشرق حاجة على ضوحه صوب حضو فاتك كير عدوه نمرودو بها عدادة من المغرب حق غير عضا كسو صار هذا دلها تايسار سيغانسو فبهوت الذي كفر ووكو وريري ودوخي وشواب اوهي حقين عدا حقين عداري انو بيناري هنا ويسوغادي ومدنو اغاتي هربوا اللوغا تدريب تالت وحوية الليلس كسدحاد رتب اسكوها غاتي الحداثة لعدوين كان التالية تصوص عضا حسب سيدي حسب ورودي هسه اوغو سو ارورتي في النص هذا الكين سو مرني سي اوغو سو ارورتي او كل هريسي اي او كل دمبيسي اي سوغو هبي ادو انه هو سو دحداتن تahay سيدي او تخ اي او سو كل هريسي ما خا كميدا الف القى ابراهيم في النار ني ابراهيم با لوغو توري دبك هو قصه اي كودو اوغو جيرتي با ابراهيم يهاجر من بلادي ابراهيم و هو كبركعاي او كقحاي دلكيسي جيم ابراهيم واسماعيل يبني يعني الكعبه ابراهيم يسمعل الكعبه دي سيان دال الحكم على إبراهيم بالموت وحلقوا حكم إبراهيم بالموت الجيري وإن لديه أه ما حلقوا ديه لكن حرقا إن دبل قد له أو لقبه ها إبراهيم يدعو الذين يعبدون الكواكب إبراهيم وحق باقيا كوي حدقها عابده أي حق وقو باقيا دين تسلام كوي باقيا واو إبراهيم يكسر على سلام إبراهيم وحق تشبيري سلامتي ويحدمها وبربريني زاي إبراهيم يدعو والده إبراهيم وهو باقيا أبيه ودينته هو باقيا جيم دعوة النمرود نمرود أيه هو باقيا إبراهيم
يو عبادة الله إنه إله عبده سواء سوى إله شيء غيري أيوة إله متهد الضوم باطها إله عبد هذا وين توه نصوم رأي إسكو هجاجيو إسكو هبة إسكو هجاجيو إسكو هبة وعوه رئيسا هذه أرسال يرجعنو إنه إبراهيم هو أبيه وياه ربي أقوه رئيس أنت من خلقه نو قرن وعقوله جي إبراهيم أو أسلم تيجي وعقوله جي إبراهيم الله جو حكمه طب كله جو ثوره وعقوله جي إبراهيم هو طب كله الله جو حكمه تهاره الحكم على إبراهيم بالموت حرقا إن دبل جود له هذا هو إلخاء إبراهيم في النار الله جو ثوره بعقوله جي وعمر كان عقوله جي إبراهيم هو دعوته نمرود إلى عبادة الله ما كو حقتي وباقي هذا وأقول لك تمر إبراهيم يهاجر من بلادي ولكن وردلك يقتك وردلك بس كتير يا هذا نقول لك حقتي سوى هذا الواحد أقول لك كو أصنام كو أحد جه عبدي سوى حق وباقي هذا الواحد أقول لك حقتي سيس معلوم بري جدا بقى لسه يك عبده ساس أكله يعني ساس هو هبي تدريب رابع والله لسك أفراد سيف واحد المانتا كل موقف قان كستا يقاب كستا وقاب كستا وكمان من المواقف قابها يميلها أتاري تساس عطا باختصار سكوبن وتلمان إجوا قامو يمارت قابو أكيد على عند عدوين إبراهيم الأحمري مارتي يقوم كذي يقار كلا أو يقونا قصده أم كشري ومحاكمة إبراهيم يدركه إبراهيم حوجان يا وفهم يا أنا عبادة الأصنام إن العبودة أصنام تباطلة العبادة هنا وحبا أنا كشر باطل ووحان كشر وحصل يثا الله معه تاك هذا لو أذوق تلمان بكلي حوار وحد كهذا شهادرة وضع هذا الأحمري بين الأبي أبها يؤمن هنا كيسة وإبراهيم أو دعوت أو باقي يدفراد يديدي ديدمد وديدي يدود الأحمر طيب ثلاثة حوار بين إبراهيم وقومه في المعبد حوار كي يضادي كل أحمرتي إبراهيم يتلكي هل كي كعادي أصنامته أو كتشبي أمر أنت فعلت هذا بأله تني إبراهيم مرك الهاي ولا بل فعلوا كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون ده هذا هذا يعني ويديع ضاديه سلاها هذا لك هذا وكشيء كي إبراهيم والنار بعد قرر أنت إبراهيم يضرب كلا قطوري يوحي كلام صديق أما ويحي كدعاء الكار وآه إلي إبراهيم الله سبحانه وتعالى كبد بادي حوار مع الذين يعبدون الكواكب وحد يدرك شيء كيسا وده هذا الكيل أحمري إبراهيم يو كوي حد دقاح عبده أسرة إبراهيم في مكة هذا لك شيء كي قوي سكين إبراهيم هاجري إسماعيل مكة ودتشو كتغي هذا سبعة الأب والابن وبناء الكعبة وحد يدرك شيء كيسا أبها يين كيسي أو إسماعيل أبوه إبراهيم يين كيسي أو إسماعيل يكعبة دي سيان يدرفع إبراهيم يدرفع مكة يدرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا أنك أنت السميع العليم هل كان كورن ومركا أرضيها يعني كقرية فالله وكشي كينيه قصة إبراهيم عبرته قصة أما الشيخ إبراهيم كسب سنة ووحى له وقاته ودرسه وانا عشر لقبرت دعوه يدينته هي حقه ثانيا المفردات والتعبيرات إما كان واحد من المفردات أرى يا لقاها اللي يا والتعبيرات وحيابا العبرة يا الله الأمور يا يسوك جران تدريب واحد تدريب كان صدق حاضر حوي كوبادو حوي سير بين الكلمتين اسكو حري حريق اسكو حد لبدا يري المترادفتين اسكو معناها معناه اسكو معنى هي ينطق صوت كاس كوم قرو وهدليا يتكلم با اسكو معنى حق دمه كجرتا ادو فرس يركض وارديا سوما وها اسكو معنى يهين يجري وحق نعا كره كجرتا بحث هو بار سوما وها اسكو معنى يهين فتش وحق دمه كجرتا او حريق با اسكو خريسا يعقلوا وحبوا قرنايا واحد يسكم عنه يفكر وفكريا ومساعد كل شقيسينيا واسلم عنه الرب بقى كل حكته واحد يسكم عنه الإله وحاجة كل حكته غاب وقرصومة أما هو دع شيء ركض عارض العذاب كله واحد يسكم عنه اختفاء وقرصومة وحاجة كل كشرته ساخده هو عرض بقى كل كشرته واحد يسكم عنه غضب وحاجة كل كشرته أوثان وأصنام تلعبودا واحد يسكم عنه أصنام وحاجة كل كشرته مركا لبا اري لبا اري ما ولبا اري لا معنى بحق كل كجره
تدريب تاني والله إذا كلا بعض هاتي كان مضاد الكلمات أريده كسور شيء ذا أريده أكده أريده كسور شيء هر شيء ذا أريده الله تي أريده تحتها خط كو حرق كو صوري هاي أريده كسور شيء ذا أذو كان وماش بنان كبوحي من الناس هذا الكائن صامرنا قصيدة إبراهيم كورمي نسكو هذا من ربو هذا الكائن صامرنا سقصيدة إبراهيم أكره أريده كسوقات أريده هلكم يا لا يمكن حاله تمي أريبا حرق الهوس رجع ميلنا ولا بني كل سنة أريجا حرق وكويا له كمعني سكسر جديد كيسة ماشى بنام كبوح محايا مكوقر واحد الله هو إلى الله إلهي هو يسوع الذي هو الله يحيي النار يبلغون وأباهتنا القرآن كسل لبع على رجع هذا ما يحيي خد بحرق باكو هوس قرن يحيي تكسر جديد ماشى بنام كبوح ويميت مركها قرطو يحيي ويميت اثنين انتشر الإسلام إسلام كوحو كباهي أو كفدي في بالغول والمغرب إيه قلبات عاد دع هل كان هورب حاضر كان كوكوليسا مغرب بالغ حريق تكسور جيدا ما يشبه نانجلي بالغول في المشرق بالغول كان حق عادو كصوب حضو يو المغرب هل كان عدم إسلام هو قاري أدوية دينة إسلام ثلاثة اتجي وچيت سؤو دقاق يمنة حق مدك لا ما يقبالغول دبنا بحاد بنا لبني هل كاسي يمنة ما حال هوس دقاي حريق تكسور جيدا ما يشبه نانكو بوح أو حتى اتجه يمنة حق مديك ودقاق لا يسرة حق بديح هو دقاق حق أوتشيت مديك حق بديح أوتشيت أربعة هذا عمل وشقه يضر وحده بياه كانوا هذا كان عمل وشقه يضر وحي الله وذاك وذلك كاسنا عمل وشقه بالغون ولا بني بي بالغ عفوا عمل بالغ ولا بني تبعنا يضر محا الله هوستك حريق محاك سهور شيء ذا ينفعه تبعنا كبنانكو بيحوات هذا هذا عمل يضر كانوا شقوا حد ما يسا وذلك كاسنا عمل ينفع كاسنا هو عمل وحتر له كانوا مد باتلك هاكرنا ومد بافله خمسة أشعر وحن دليما أنوغو أحيان مرك قار بالفرح بالفرح فرحات بان دليما وأحيان مرك قارنا ملقصات من اللي فرح محاك سهور شيء ذا بالحزن هذا نسا بالحزن وأحيانا مرك قارو حدا بالحزن مرقو وبذلك تبع عدي سواك الله وضبوا يصومرا ستة يعلم الله إلى هاي وحقي هاي ما بالغول ما وحي تبعنا هل كهو لبني وما تخفي واحد قرنسه تبعنا محال رجع هل كه تخفي هوس ده خبر رجع واحد كسر شيء ده هل كه بنك بوحي وزي يقول يعلم الله إلى هو كوره ما تعلن واحد عضينسه مثل أفك الشيء يسوا أما أديك كبك قبرنسه يوم ما تخفي واحد قرنسه تدريب ثالث لا يسكت أحد وحوي هلكنا سلبين الكلمات الثلاث اسكو حويري صدح ذا أري التي بينها علاقة أحد الكل حياة معنوه اسكو دوي هاي سو صدح لين ماها يعني مد بمد ككره مد كدو باتشلا محاي كريهين الله يسر دونا دونا خرثاء ومد أنها اللي كرنو ما اللي كرتو ما هو نوابيو نشأو برباري العذاب وعقاب كوكب وضيع واحدك السمع ومقل العلم وقون يوح برشو قبر وضيع العقاب وعذاب اللسان عربك ترعرع وكبر وكبر باري عمياء وامدين دلاء ولما تدقى سخر صاب أيتهاي زرعوا باري هي المعرفة أقون يحبرشوا شجر جيد كبير ووينادي البصر أو أركتدا سماء مدقى لا أو مدقى لي بقى مدقى لا الذنب هو ذنبي الحقيقة وارونتا شمس عبعيد انت هو صدح وحصل دونتا صدح ذي سوق معنا لو والله ما مثل سوقات اسلام دون دونو وها مركا عم بلاو ان الوحدة السادسة وقيبت اللحاد قيبت اللحاد وحوي هجرة العقول عقلية او هيامية ايه قراتكي او هيامية او وضوضة قارك هيامية او هيامية وضمكالي ووحان مكالي هذا تهريبت تهريبت هذي والنوعية بدنه ضد أنا قول الحين وحوجة أم الدائرة أو حتر لها أو هيامية يدد قول هو ذلك ودي كجورية أو كدي كجورية أو جورية ترى الكلام أو واحد كثر يا أو كودي كتجيء ظروفنا كحيلية مركات ترى الكلام مسلمين تا وحماتك كوب بدن تدك أقون ترى ها إنك كجورا أو كثر جا يقول أدور قاضية ترى الكلام أو أن ترى الكودي الحين أو أقون تودي كفاية نيستم تاسنا حكوتي بعدها
maamul xumo iyo taala xumo ay ku timaadaa taa markaa waxa la hijratu uquul hayaanka ay sameeyaan ee aqliyadi fiicna iyo aqoonti ay dal intay ka guuraan ay dal kale iska tagayaan dadka dal aan ku soo tabcin ayaa ka faa'iideysta nin yar oo bari dhoofay soo dhalinyaro ah oo wax bartay baa tagay Norway dadna wuxuu yidhi nin oday uu la shaqeeyay rasuul imaka isna aad ugu faraxsanaa markaan dhoofo wuxuu yidhi waxaad u malaynaysaa inaan anagu faa'iidey mise aadaa faa'iidey waadiga noo yimid waad noo shaqeynaysaa ma anagaa faa'iidey mise aadiga faa'iidey anaa faa'iidey baa nibuuri maad faa'iidey mise anagaa faa'iidey nibuuri waa lagu soo dhalay waa lagu soo tuucay waxbaa lagu baray adigoo bislaaday waqtigu wax taraysa tacabkaaga aan nagu dhicin aad anaga noo shaqeynaysaa buuri anaga noo shaqeynaysaa oo wax yar aan ku siinaynaa oo waxa laga yaabaa boqolkiiba wax soo saarkiisa inaan toban la siin shaqada uu qabanayo faa'iido ka soo baxda boqolkiiba waxa laga yaabaa inaan laba aanu ka helin sagaashanka kaleba inay u qaataan dabadna iyaga keeba faa'iidey waa faa'iideyda ninkan loo shaqeynayo ee maaratay shaqo nidaamsan oo xoog u baahan oo qorshaysan ayuu ka shaqeynayaa dabeedna taasu faa'iidadu yaa leh waxa leh muxuu samayn jiray bas buu waday ardaydu qaaday oo ummaddu u gurayay jaamacad hadda ka dhiganaya ee dadku wax qabanaya ummaddoodu u adeegay imise u soo saarayaa marka aqoon-yahan oo waxbartay maarata daa laydmo marka yacni cuquushu hayaankeedu dhib bay ku hayaan dadka muslimiinta gaar ahaan ma qabla qiraa'ata inaan akhriska gelin nasmacu waxaynu maqalnaa buu yidhi can hijrati lbashari inuu bini aadamku inuu barakacayo oo uu hayaamayo oo uu hijroonayo guurayo hijrati lxayawaan waan maqalnaa xataa noolayaashu way ka hayaamaan dalka oo waxay u guuraan ugaadha oo kale dugaaga iyo waduyuur xataa shimbiruhu way ka hayaamaan dalalka qaar hadday ama colaado ka dhacaan ama abaaro ka dhacaan way guuraan qaarada isaga tallaabaan fa kayfa tuhaajiru lcuquul hadda waxaan isweydiinaynaa shimbiraha waynu aragnaa way socdaan oo qaaradaha u kala gudbaan ugaadhu way kala gudubtaa dugaagu u hayaamaa siday haddaba caqliyadu u hayaamaan caqliga bini aadamka siduu u guuraa waa su-aal halkaa taalla itniin maa aktaru duwali maxay yihiin dowladaha ugu badan ee jadban soo jiita bilcolaan ee aqoonyahan kan guuraya ee dalkooda ka tegaya kuwa inta badan u yeedha ee ka faa'iidaystaa waa kuwee talaata maa aktaru duwal maxay yihiin dowladaha ugu badan alatii dowladahaasoo yuhaajiru ay ka tagaan minhaa dowladaha alculamaa aqoonyahankii ka dhashay ee dalka ka dhashay ay ka tagaane ay ka dhoofaan waa dowladihii ugu badan dowladda aqoonyahankoodu ka tegayo oo ka daaduumay undur waxaad eegtaa bisurcatin si dhaqsa u eeg filfiqratayn labada tuduc ataalidi waraabic ee matalan kitaabkeena ku qoran ee ka saddexaad iyo ka afraad eeg waajib dabadna su-aasha ka jawaab intaad isha hore ugu dhufata buu ku yihi oo hoosta ka eegto dabadna ka jawaab maa aktaru jinsiyaad waa maxay jinsiyaadka iyo isirada jinsiyaddu ummadda yacni halkay kasoo jeedo dalkay kasoo jeedo ee hijratan ugu qaxoonti badan minal culamaa culamada aqoonyahanka ee qaxoontiga ahay ee dalalka kale u barakaca jinsiyadaha ugu badan waa ayo ma xagga afrikada tusaale ahaan ma xagga eeshiyada ma yurubta ma maraykanka halkee inta badan ay ka barakacaan malmiharu maxay yihiin shaqooyinka alatii shaqooyinka iyo camalu ay ka shaqeeyaan fiihaa shaqooyinkaasi haa ulaa lculamaa aqoonyahanada barakacay ee hayaamay ee hijrooday ee waddankooda ka tegay wadamada ay tagaan maxay u qabtaan wadamada ay tagaan maxay uga shaqeeyaan malbaladu muxuu yahay wadanka aladii wadankaasoo yuhaajiru ay u barakacaan ay u hayaamaan ay u dhoofaan ilahi isaga alculamaa culamada almadkuruna lagu soo sheegay filfiqratayn labada tuduc ee athaalit waraabic ee inoo iman doona dalkaay u hayaameen inta badan dalkeebu ahaa hal tactaqidu ma kula tahay oo adigu ma aaminsan tahay analkaatiba ninka qoray muxuu ahaa cinwaankan aan kusoo socon ninka qoray macal hijra inuu taageersan yahay in la hayaamo oo dalkaaga laga barakaco oo aqoonyahan ka tago amadidaha mise uu kasoo horjeeda markaad akhridaad garan markaa ma wuxuu leeyahay oo uu taageerayaa in qofku aqoonyahanka dadka aqoonyahankii dalkooda ay ka baxaan mise uu kasoo horjeedaa uu kasoo horjeeda hijratu lcuquul baan bilaabaynaa haddaba caqliyadu say u hijroodaan ama u barakacaan waaxid ina hijrata lcuquul
أغلية بركة عودو يو استقرارها إنه في الخارج إيه الدقان إن هجرة العقول قحونتيك إيها يانك أي سمين عقلية دي قلاتك بين آدم واستقرارها إنه الدقان في الخارج دلك أولوشين دلالك الدبادة دلالك الدبادة يا كبحسن دلكودة ظاهرة الوارين المقطع وإمك ترته وغريبة العصب وانهر له أقول يعني وغريبة العصب وانهر له أقول تبعثوا وحا إن أقولك عيني سأرين تاسي على القلق مروه يمارت والبهار والخيرة ورير إلا أنه وريره تلك نكو سيطم عنيني يا أقول يهانك أها إلا أنتك هول مريو وضدك لها كسارة نباتها وكقوري oo uu noqonayo shaqaale umada kale uu wajahayna waxay naga dhigaysaa inagana xariisina inuu ku dadaalno ala muraajacati awdaa'ina inuu arimaheena dib ugu noqono arimaheena dib ugu noqono oo naana maxay naga qaldan wa fahsaha diga arimaheena dib u baadno bi kulli diqatin si aad u xeeleer oo aynu aad u baadno maxaa sababay oo keenay in dadkii aynu dhalay ee dalka u dhashay ee ku tabacay wax ku bartay haddana ma dhisi lahaa inay ka tagaan wala arinta si cilmi ah loo baaray waxa leer itnin inaha hijrada ama qaxoontiga ama hayaan ka dhacay daahiratu waa arin muuqata oo jirta daahir waxa wax soo baxa oo wax soo ifbaxay oo muuqdo oo jira oo qariibatu inagu cusubo hore aan la aqoon ila calimna markii nu ogaano ana lixsaati tira koobiyada laga sameeyay في إنجلترا دلك إنجلترا دلك إنجليزك أثبتت وها أي سوق وها أي سوق عبد الساحة قيسي أنا نسبة كبيرة أنت رأى ضبطا أو من أشهر الأطباء يعني اخترض أو وقع سن ترى بدلوا كملة هل كي في إنجلترا دلك إنجليزك من الجانب وضدك الجانب تأ كي من دلك كله إيه دقي إنجليزك أي أقويها حقا نختار نمط أو عنصر أو بدنى أما قيبو يني أكيد سوتش هذا هذا الإنجليز كورا سماها وهذا كي وده كود دقي إيشي سيين هذا العلم يقول أكيد في إيريستان وأنا معظمهم أنتوا ده بدن تك هرم مري أو عنصر إذا اختار هذا الإنجليز كتشوجا من المسلمين تك مسلمين تقولي بكميدين ما هذا ده كلا مسلمين تكميدين وما شيء يقال لغة أورانا لغة شيء عن الدباء الدباء waxaa dhaqtar hada laga sheegay cilmi baaristu ay cadeysay ama tirakoob ayaa uu qaar laga oranayaa laga sheegaya cajmi cilmihani dhamaan shaqooyinka kalena wasaaso kale dhaqtarada kuma koobna shaqooyinka kale ee faraha badan dad badan oo muslimiin ah oo ku ugu sareeya ayaa dalalka ka shaqeeya wal culuumi iyo aqoonta alqura ee kale oo maxaa ka mid noqon kara min hindisatin injineernimada wariyadiyatin xisaabaadka oo fiisiya sayniska qaybta fiisigiska iyo gheeri ha kuwa kalaba dadka safka hore kaga jira ee dalalka dhisaya muslimiin baa ku farabadan wakuuna dhamaanteen ba qad samica uu maqlay qofka soo inaga inaga midhi bil caalimi ninkii aqoonyahanka aha al muslimi ee muslimka aha alladi kaaso kaana kamid aha min beel culama aqoonyahankii ku dhax jiray al amerikiyiin ee reer mareykan aqoonyahankii mareykanka aha nimankii aqoonyahanka ee mareykanka aha alladina kuwaaso samamu go'aansaday maxay go'aansadeen rixlada abora inay ku safraan ee dayax gacmeedkii la oran jiray abora ee xagee u kacay ee qamari dayax u hayaamay waxa ku jiray nin aqoonyahan oo muslimno oo wakii hore idraan ayo nin baa la socday muslimo waa la wada og yahay urta wamin ashar riyadiyat wamin ashar culamaa riyadiyat aqoonyahanka xagga xisaabaadka kuugu caansan waxa kamida difaransa dalka faransiiska ragga xisaabta ugu caansan ee culimada xisaabta kuwa ugu caansan waxa kamida jazaariyul asli nin asalkiisu reer jazaari yahay oo jazaair ama aljeeriya macnahane kasoo jeeda ayaa kamida waadi tani ixsaayatu waa tirakoob lagu sameeyey biculamaa ee bacdi duwali ee qaar kamid aqoonyahanka dowladaha qaarkood alislaamiyati ee islaamka ah alcarabiyatu minha oo carabtuna ay ka mid tahay alladiina kuwaasoo haajaru u barakacay ilaa amriika dalka maraykanka xasba maa dakaratu siday sheegtay markaynu qaadano majalatu alcarabi majalada jaalka reer alcarabi ee filcadad tiradii ahayd
170 بقول يو تطبات واتركوب أي سميين واتركوب كنا واكن ثلاثة بعد الحرب العالمية الثانية تقال وينه أدونك يا لباد عشان يفرط كي مثلا الماضي أو كله أصبح واحد نقدين المهاجرون ضد كهيامية كجورية كدوفية هالكي من البلاد العربية تلك عربتها أو جورية هالكي إلى أمريكا تلك مريكانكا وهي نقدين تذكرتي وهي أهم بحي من العلماء تذكر قويان كها الممتازين أو جسرية النادرين إلا هرابة أهيد يعني فرد غير النادرين كوآتك يعني مر الأرجاء نفتح يا مسكح هذا يا قانط لا يسوق دري أيها كوا جوري كتري ذلك أنت أسبوع ويا أنت أسبوع هاي أن 58% بقول كيف سيدي دي كونتون كم ده من المهاجرين تدك أبركعة أما أجوري أو هي أما مريكان المصريين مصر أول شيء بقول كيف سيدي دي كونتون هم يجوا حكم ديهن من العلماء تدك أقويهن كا والمهندسين إن كنا يرده ويا أنت مريكان أول رفته مصاري ده مرك الله خلا صاره بقول كيف سيدي دي كونتون وأقويهن كي تدك إستلها أقانت صار لها ينجنر هذي وين؟ وسبعين في المئة فقول كي بتضبطا من هؤلاء ولي بأنت أقويهن كأفرسو استوصل من عنده أنت بحذين بقول كي بستير كنت هو أقويهن ينجنره هذا نسيك القيبي أنت أقوم تلي بقول كي وسبعين في المئة بقول كي بتضبطا أو كم من هؤلاء أنت أقويهن كأ بقول كي بتضبطا هذا نوع حكسي مدين من حملة شهادة الدكتورة وضد كسيدة شهادة الدكتوراه أو سريزة كوا ستي هدينا تدواء بقول كيف تدواء تماسية أنا دو فيرسو أي قارسيين و 17.5 وهم حي و 5.17 سأسأل الله أخليها و 5.17 بقول كيف تدوية تمانية بد ومنهم ذات كم من أقويهن كنا وحوي من حملة شهادة ماتشستر واحد استر ماستريت وقولهم تطبيته وإذا أقويهن مركز نسيك على قايبيه وبالنسبة لمركز نو أجنو لسوريا ذلك سوريا تشير واحد المامة يسا الإحصاءات والتركوب كل سمي أنا عدد الأطباء أردد برتا عفوا أنا عدد الأطباء ترى نخاطر تاء السوريين سوريا أول شيء العاملين كشقية في سوريا ذلك سوريا وحوي 1500 وكن يشم بقول أو نختر أي ذلك سوريا كشقية وقت جاء تركوب كلاسيمي أو ذلك سوريا أو أي سوريا كشقية مقابل وحكى سوهر كذا 4000 طبيب يعني 4000 أفر كن أو نختر أو يعملون كشقية محي في الخارج ودنك سوريا دبديس هذا اللي هي مثلاً كون يشم بقول أو كشقيه جوده ذلك سوريا أفر كون أو دختر أيها كشقيه دبدة ذلك سوريا أو الدبدة كون بحسن واتركوب قال سمي أختك يعملون كما تشير واحد سيد المام يسو إحدى الدراسات علم بارس علم بارس السمية متكملة الأمريكية مريكنكو أي سميين محاية المامين مركتها كما تشير سيد الماما يان سيد الماما سي إحدى الدراسات متكمل علم بارسيد للسمية الأمريكية مريكنكو أي سميين إلى أن نحو 90% بقول كي بس غاشن من الطلاب كم من أرديدا اللبنانيين تلك اللبنان ورد الشيء الذين كواصو يدرسون وحكوبرته في الولايات المتحدة تلك مريكنكو وحكوبرته بقول كي بس غاشن أرديدا لبنان كسو تشيدا وحكوبرته تلك مريكنك بقول كيف استجاشن لا يرغبون ما تعلى في العودة اللي دي بقول نقدان محي إلى وطنهم مثل كودي وهاي ويدين ويعني البارس وسميين أردت كسوة شيء ده لبنان يا أمريكا وحقو برا أنت الدول اللي مثل كودي كل نقطة هي أنت عن دونين بقول كيف التضباط استجاشن مد دونين إن مثل كودي بقول نقدان وأردت كي أقوم تسترق لودري يا دكتور تعرف قرابة النكو بحي وقت بدنا الجري كورين نسوس فعنا لوسو كوري هدي ما دام الجارين إن هيركا وحقو صوبرتان.
أو أي بحث ضامبو يسديه يا من. وأن 80% بقول كيفاش سديت من الطلاب أرضي ذا الأردنيين تلك أردن ولا شيء بقول كيفاش سديت الذين كواصوا يدرسون وحكبرتا في جامعات الغرب شام على خير قلبات وحكبرتا مالك نقولهم ما هي لا يعودون مدنيا بقى لا يعودون مصر نقولهم أبو مطلقة بقى اكتهر ملا يرغبون مش على بهيد كلهم هاي لا يعودون ما بصوا نقولهم مطلقا أرضي ذا أردن ولا تيب بقول كيفاش سديت ee ku jirta jaamacada reer galbeedka oo dhan mabada soo noqonayaan gabgoodu mabada soo noqonayaan arbaa waadi tan ihsaaatun wa tarakoobiyo qadamadaha ay soo bandhigtay alwilayatu almutahida ee muxuu aha mareykanka ayaa soo bandhigay wilayatu almutahida marka toomaa la macno waxa weeyaan waa weey gobolada midoobay oo dhowr iyo toban gobol baa lagu sheegay oo midoobay alwilayatu almutahida عن هجرة العلماء أي كقول رميان محي قحونتك بركة علماء دو اسمائيين دولك ودك التقيني مريكا نقول كانت تقيان والمهندسين يين جنر هذا يولا الضباء نخاطرت المهاجرين أصوى بركة عيها لكي إليها إيضا إليها واتما الولايات المتحدة مريكا كيميد وحي سمين علم بارس انت نختر انت انجنر انت أقويهن مريكا نصوك الشيء يكتب إذا حقيه من بعض الدول الإسلامية وغصوا قحضي تقول لها السلام قارك ماذا في خمسة عوام شن سنة جدهود واحد تركوب كسر مريكان كو إنجنيار هذا يأخذ هذا يأقوي هنكا كي من دلارك السلام كي مريكان سوق عليه شن سنة جدهود بقيميين شن تاسع سنة قرمة هاي وهاي من عام 1962 إلى عام 1967 كل سجال بقولي لبي لحدن كي إلى كل سجال بقولي تدبي لحدن كي شن تاسع سنة أنت أقويهن يا عالم أه يا ما دخترة أما إنجنيرة أما أقويهن كلا أه أقوين صار لي ودلك مريكة سوق لي لبي اللي إحنا كيلا تدبي اللي إحنا كي سنة ثلاثة أي كسي من تركوب بهاي مكان نقطي واحد نقطي سيدن واحد نقطي 232 عالم لما بقول إياه لبي صدق عالم وأقويهن وين أه أي كي من العراق دلك العراق وكسو بركة عمرك انقلي ومائة وستين بقول يلحدا عالم اياك تقيها لكي من الاردن ومريك انقلي واربع مائة وستة وثلاثين افر بقول يلح يصد افر بقول يلح يصد عالم واقويها انا يا مريك انقلي سنتاسا نضود وكتقيها لكي من لبنان تلك لبنان عليكم السلام ومائة وواحد واربعين بقول يا كوبي كوبي أفرتن بقول يا كوبي أفرتن عالم أيام مريكان قريشن تاسع نضود وكتير كي من سوريا سوريا كواز إلى كتير ومئتين وسبعين لو بقول تدواتن عالم أيام مريكان تجي ويجون كتير محي من مصر تلك مصر نعرف بركة واحد نقرأ لنا من هذا أرنت واحد نكفها من أمريكا نساو أجنو وإلى استقال بقول دارال عالم شن تاسع وانت خلاص القصوى بحضي انت هول قصوى بحضي intee gaab buuxin lahaayeen intee wax soo saar lahaayeen maxaynu ka garan karnaa marka halkaan aqoonto ay la tageen bay ku dhisaan halkoodina way kala tageen waxaynu marka hadaba ka garanaynaa naxrifu min hada arinta waxaanu ka qaadanaynaa ka garanaynaa kayfa sida tusaahimu ay uga qayb qaadanayso al uquu aqliyada iyo aqoonta al islaamiyatu islaamka ka soo jeeda fi taqadumi duwlan kathiiratin horumarinta lagu sameeyayo dowlado badan oo adduunka dadka horumarinaya dadka muslimiinta baa kamid ah oo dhisaya iyaguna qutul daruurigooda uun bay ka helayaan mafci iyo magaci iyo awood wax u harayaan ummadaha kale waadi arqaam nambarada aan soo sheegnay imaga ee dowladaha ka hayaamay muddada 20 sano ah tadcuuna wax inoogu baaqaysa waa inoogu yeereysa ila daraasati hadhihi mushkila dhibaatadan in cilmi baaris lagu sameeyo ay ka yaacayaan aqoonyahanku min asaasiga gunta in la baaro ilaa qofku dalkiisa ma nacbe maxaa u sababa ee kalifaya inuu aqoonyahanka intaa leegi ka sunsumo kala qulqulo oo ka hayaamo yacni dalkiisi maxay ku dhacaysaa waa in aad loo baaraa xataa tacuuda saa u soo noqoto haadii cuqul caqliyada ayaa aqoonyahankaasi ila bilaadiha ila dalkooda kusoo noqdaan baa la doonayaa
محايا لي لأن المستفيد قفك عندك فائدة نساء ألا هو أبوه الرئيسة من هذه الهجرة قحونتك دعية يا بركعة علماء دعية كعيان عندك هوبات يا كفائدة نساء وحوي وهي الدول الغنية الدولة لها مع القبائن كالدولة أي ربيع مريخ نوبضن بها كفائدة نساء وقون ديارة وتعب كيدي لصو لقي أي موتصنية سفطت وهي كفائدة نساء إذا ضد كيلا صابري وحا لغو صوت طبعي يدلكو نستي لحانا يدلكو كلام نسيانو وحي صوت صاريانا وان بيرسن كميه ليان وحي نسيان ورسيدي نسيان وحي نسيان أردبي صوت صاريان وحي صوت صاريان علماي صوت صاريان لما شاكين كرو نقالي صوت صاريان وحي هلانو بشار دلكو دي قصمين الحيان وحوال بق هذي اي هيليان شوي كوها بون وما دار نمبر نسي الحيان وحوال مر الحيان وها كفى يسوى أيها والأرقام النبرة دي التي ذكرناها عن صوت شكني دولة والبكاء بركعة هيا بشان تيسانو أكبر دليل هو تلمان تقوين على ذلك أرنت على تلمان ميسا إن أي كفى يسنيا أمدينا ذاتك دولة غنيقة هي وتأكدوا وحي أتكين يسا نمبرها سوحي إنو أتكينيا بأن الدول الإسلامية الدولة إسلامك أهي سهامت إنك قيم قالتي فعلا سر ببقى waxay ka qayb qaadatay fi israa'i duwali inay hoodan ka dhigaan israa'i duwali inay koodan ka dhigaan dawladaha alqaniyada malqabeenka waxa ay ugu weyn baray ku subalaynaayo mar qof waxay wax siiso waxa weeyaan waxa ay dhisaan dadkii muslimiinta ahaa dawladii qaniga waa xoogoodi iyo aqoontoodi iyo cilmigi iyo maanka iyo maskaxdiba kuwa sa qaadanaya dadka aqoonta laha khamsa wa bidraasati hadhihi almushkila marka cilmi baaristu sameeyna dhibaatooyin taagan ya qoyanka dalkiisa ka yaacaya dajidu waxaynu helayna ogaanayna anna asbaab hadii hijraat quxuntiida iyo barakaca waxa uu sababahi hiye wax weey halka lagu soo ururiyo qodobada sababtan keenaya waxa kamida yuudu soo noqdaa adaalibu ninka ardayga wax soo bartay bacda takhruji markuu ka soo qalin jabiyo ka soo baxo fi xadal kulliyati mid kamida jaamacadaha ajnabiyati ajnabiga ah ayuu dib ugu soo noqdaa dalkiisa li amal soo uga shaqeeyo fi wadanihi dalkiisa inuu ka shaqeeyo isagoo doonaya waladahi wax agtiisa markaa yaala amal rajuu qaba wuxuu rajay ka qaba an yakuunay noqdo raatib mushaar ku qaata munaasabad mid ku haboon oo u dhigma li shahadati shahadada alaati yahmiluha shahadada uu sito mushaar u dhigmay inuu heli doono xeesana qaba dalkiisa inuu horumarin doonaya ayuu dalka dib horta ugu soo noqdo markii hore walakin hasa ahate هذا الأمل فكذا أو قبي ينتهي ورمضان ما شو كبحه حين مرك يجد وجاده خاتمه مشارك يزور يهاي قليلا مدير جدا آذير والله يكفي أنكم في الليل ما حاجاتي بهيزة الضرورية لمهران كأه فاكهيز معها مد ما ينكر مصاريفتي أبهنا مشارك هذا الضروري هاي ضروري أوها النفط الله بقول علينا لما تونا قدر وروح هذا ضروري لا هذا وحاجاتي تحسينات يو كماليات يو ضروريات بكرة كذا ضروريات هو هالك هتات ضافتات مختيسو أنت ها ضرورياتك أيارك وفلين حتى ويساوي لمس إن وحالة سيا عشر راتبه مشارك وقاضنا يو طبعا مرك الله قبيه طبعا مال مجاريو الذي مشارك أسوق يمكنه أي صورة قلتهاي أن يأخذ هو إنه كقاطه في البلاد الأجنبية بلاد الأجنبية inu ka qaata suurta gala waxa laga yaabaa hadii 10,000 ay ku qaadan lahaayeen kuwa ajnabigihi oo ay siin lahaayeen 10,000 oo dollar in 500 halka laga siiyo marka cushri ma gaarayo toomarada meel ma gaarayo midan mushaharkan halka uu ka helaya bayis cinema dowladu asaasiga ahayd waxa isma ka sii baba aysan yuudu soo noqda adaalib ardaygu ila baladi dalkiisu ku soo noqdaa waladahiisa agtiisa ay taal agtiisa qalbigiisa ama uu rajo ka qaba ay jidda inuu helo almakaanta goobta iyo xafiiska almarmuqata ee indhuhu ay higsanayaan almarmuqada sheega indhuha loo hanqaltaagayo ala si taaso yastahiquha oo xaq u leeyahay in la geyn doono xafiiska iyo goobta shaqo ee uu ku habooyay isagoo rajada qaba ayuu lagu aqoonyahan muddo dheer soo shaqeynayay wax soo barnay ayuu isagu rajayn imanaya weeda bihi weeda markuu soo noqdo bihi isaga iyo jidu
wuxuu helayaa oo arkayaa ashkhaasan dad kale oo aqal ka yar minhu isaga bikathiirin in fara badan ka aqoon yar aad u aqoon yar ayuu arkayaa oo yatamatacuuna ku raaxaysanaya bimazaaya waxyaabo dheeraada oo isagu aanu haysan akhtar oo badan saa doontaba ha noqoto wuxuu arkayaa isagu aqoonyahana oo xafiiska ku mudan oo ku aan aqoon lahayn uu hor fadhiyo oo aan laga horqaanayn oo maaragtay wuxuu doona iska yeelayo maaragtay ayuu arkayaa oo dhan walba eegayaa oo la odhanayaa aan loo fursad loo siinay aqoontu soo bartay inuu ku shaqeeyo ku aan aqoonta lahayn wuxuu camcaminayaa meeshuu isagu ka shaqayn lahaa taana uu arkayaa ceel baa dabeedna dilaya fayanqalibu wuxuu isu bedelayaa markaa haada nashaad firfircoonaantii uu la soo galay dalka ayaa isbedelaya wahaada tafaa'ulu saadaashii wanaagsanayd ee uu filayey iyo rajadii fiicneyd waxay isu bedelaysaa ilaa xusnin murugo wuxuu ka murugoonayaa markaa calaa maa yaxduthu waxaa ka dhacaya fii wadanii dalkiisa cadaalad darrada aqoon darrada shaqa xumada maamul xumada ka taagan waddankiisa ayaa uu ka murugoonayaa war ma waxaanaan waxu soo baranay buu odhanayaa sidana yajcaluhu qofku wuxuu ka dhigayaa murugadaasi yahjuruhu inuu dalkiiba ka tago gebigiisiiba uu nacaba oo halkee tago ilaa xaysu meel inuu tago yajidu uu ka helayo almankaanata darajadii almunaasibata ku habboonayd darajadii ku habboonayd aqoontiisa u dhigmaysay meeluu ka helayo dabeedna doonaya waa sababaha keena uu waddanka laga tago iftiqaaru duwali islaamiyati waxay u baahan yihiin oo iyadana sababaha ka mid a dowladaha islaamka waxay u baahan yihiin ilaa ilalmukhtabaraad shaybaadhiya in laga helo alcilmiyati oo cilmiga ku saabsan cilmigu shaybaadh buu u baahdaa iyo laaba buu u baahdaa laboratory buu doonaa dadka aqoonta soo bartaa laboratorygii iyo mukhtabarkii iyo shaybaadhkiiba ma helayaba cilmigiisa markaa uu qurayaaba cilmigiiba ma sii wadi karaba rasuul war meeshaan lagu indhaha la-yahay intii yarid baa kaaga madoobaane halkaaga ku noqo soonaya aad cilmiga kasii wadi karaysay waayo qof wuxuu noqonaya curduduuban oo degarba xidhan oo gacma xidhan oo aan wixii taaban ma baadhi karo oo wuxuu wax ku baadhaya ma haysto yajcalu wuxuu ka dhigaa cilmi laboratoriga iyo cilmiga wax lagu meesha wax lagu baadho oo aan jirin waxay ka dhigtaa alculamaa dadkii aqoonyahanka waxay ka dhigtaa yuhaajiruuna qaar u barakaca ilalbilaadi wadamada alkhaniyati hodanka ah ee maalqabeenka ah ee yurub iyo maraykana ayay iska tagaan oo cilmigoodii ay ka helayaan xayu halkaasoo yajiduuna ay ka helayaan aljawa almulaa'im jawi ku habboon oo ay waxay doonayeen oo dhan maktabadii bay ka helayaan waxay laboratorigii bay ka helayaan buugaagtii bay ka helayaan shaqadii bay ka helayaan karaamaiyo sharaf bay ka helayaan yacni waxay xorriyad bay helayaan dabeedna aqoonyahanka halkaasoo dabeedna iska tegaya meeshan cidhiir buu tirsanaya iyo daciif iyona maan waxba ka ahayn liabxaasim cilmi baadhista sii wada lahaayeen ay xiisaynayeen halkaasay uga helayan meel ay cilmi baadhis ka samayn karaan halkan kama helayaan dabeedna way iskaga tegayaan waxaa kaloo kamida suu tandiim maamul xumadaa ka mid a alidaariya xagga maamulka oo muslimiinta dalkooda maamul xumo badan baa ka jirta fi bacdi alaxyaan wararka qaarkood maamulkaaba xunba yajcalu wuxuu ka dhigaa maamul xumadaasi cadadan tiro kabiiran weyn oo min haaulaa culamaa culimada iyo aqoonyahanka waxbartay ee dalka islaamka u dhashay yabquuna inay joogaan muddatan dawiilatan maamul xumadu waxaa ka dhigtaa in muddo dheer ay dalka joogaan iyagoo wax soo bartay muddo dheer inay waddanka joogaan yantadiruna iyagoo sugaya tacyiinahum in loo magacaabo fii makaanin ma in meel un loo magacaabo oo ninkii aqoonta lahaa la yidhahda halkaasaad lagu qaato shaqaale ka tahay ayay muddo dheer sugayaan waana maamul xumo oo waa la heli lahaa meel laakiin wax wax habeeya oo shaqo abuura ama kala bedela ama ciddii ku habboon in la geeya waxaasoo dhan baa suuragal ahayn dabadeedna wuu xanimayaa shaqu muu sugayaa un muddo dheer dabadeedna waa cinda maa yanfadu markuu dhammaado sabruhum culimada sabirkoodu markuu dhammaado la magacaabi waayo yadaruuna waxay ku khasmanaadaan ila hijratina waddanka dib uga dhoofaan oo ay tagaan ilaa xaysu meel yajiduuna ay ka helayaan alcamala shaqo sariica si dhaqsa ay uga helayaan ayaa dabeedna doontaan ba iskaga tagaan ba dalkiiba waxaa kaloo ka mid a incidaamu lxoriyati la-aanshaha aan lahayn xorriyadiiyo madax banaanida asiyaasiyati ee xagga siyaasadda walfikriyati xagga fikirkan xor ahayn waxay ka mid tahay min ahami maa yumayis waxyaabaha ugu muhiimsan ee u gaarka ah asiyaasata xagga maamulka fii mucdam albilaadi alislaamiya wadamada islaamka intooda badan ma jirto xorriyad xagga siyaasadda ah
iyo xurriyad xaq fikirki ma jirto oo qofku fikirkiisa ma cabri karo haduu cabro fikirkiisa horana dhibaato ka soo gaaraysa si horna siyaasadda uu uga qayb gali karo haduu ka soo qayb galo hadana dhibaato ka soo gaaraysa taasina waxa ay ka mid tahay waxyaabaha dadka aqoonta leh markii xamil waayaan dalka uga tagaan dalka islaamka uga tagaan hatta in kathiran in farabadan oo min almu'taqilin kamida dadka xidhan asiyaasiin ee siyaasadda u xidhan dadka siyaasadda u xidhan intooda badani hum waxay kamid yihiin min aladina kuwa yaxmiluuna sita acla shahaadaati alcilmiya shahaadooyinka ugu sarreeya xagga aqoonta ayaa dalka muslimiinta inta badan waxaa ku xidhan ragga sita doctoraaga haysta ragga haysta haddii alla idmo masterka haysta dadka aqoonta laba inta badan xidhan dadka muslimiinta dhexdooda oo dhibaatasina waxa jira mima yadaru waxaa soo ku khasba aksaruhum intooda badan waxay ku khasbanaadaan ilaa istiqraar inay degaan fil khaarij wadamada dibadooda ay degaan sababta waa lagu xidhayaa oo meesha waa lagu cadaadinayaa oo xorriyad kuma haystaan oo fikirkoodan baa lagu dilayaa oo aqoontoodii baa lagu dilayaaba dibadooda way iskaga tegayaa ama meesha jahligii waa markaa isu hadhaya xayfu meel bay tegayaan yajiduuna ay ka helayaan meel xorriyati madax banaani maa laa yajiduunahu fii awdaanihim waxay helayaan madax banaani aanay dalalkoodii ka helayn ee dalalka dibadda ka helayaan dalka islaamka mid aanay ka helayn ee ka gaalada ka helayaan dabadeedna way iska tegayaan oo qof maslaxadiisa uu raacaya kooda meesha waxba ka taray laguna dilayo laguna xidhayo laguna ciqaabayo laguna bila camal laga dhigayo te meel uu ku noolaado ay naftu geenaysaa hunaaka halka hadda waxaa kaloo yaala haddana taqsiru gaabin fi kathiir min alaxyaan waqtiyo badan mid daalib ardayga qudhuysa ayaa gaabiya oo gaabis noqda aladii kaasoo laa yamliku aan haysan oo aan lahayn alqudrata awood cala tadxiyati awood aanu lahayn inuu nafur sameeyo marmar dhaliishu waxay ka timaadaa xagga ardayda qudhooda oo aa dadka aanu adkaysan dhibaatooyinka in xamilin kuwaasnadi way ku dhacdaa inay iskaga yaacaan oo ku shaqo beelaan dalkan way dhacdaa sita haadihi bacdu lasbaab arrimaha anima ka soo sheekeynay waa qaar ka mida sababaha allatii sababaha jacalad ka dhigtay akhtar alcuquul caqliyadii aqoonta inta ugu badan alislaamiin dadka muslimiinta ay leeyihiin iyo culimmadoodu tuhaajiruun inay barakacaan oo ay hayaamaan oo ay hujroodaan dalalka kale oo ay idhaahdaan waanu dhoofaynaa oo ay shaqaale ka noqdaan meel aanay waxba ka ahayn halkay ka hogaamin lahaayeen dalka waxna ay ka soo saari lahaayeen duruuftaa ku kalifaysa litushaarika waxay ka qayb qaataan qolka maxay markay meel dalalka kale markay tagaan fii binaai alxadaarati inay wax ka dhisaan ilbaxnimada algharibiyata reer galbeedka ee maraykan iyo yurub ayay dabadna dhisaan fahal fakarna weli miyaynu ka fikirnay haddaba inagu haddaynu muslimiinta nahay buu leeyahay fii tafaadiisaan uga fogaan lahayn ee aynu uga bixi lahayn haadihi lmushkilaad dhibaatadaa taagan dhibaatooyin ka kala duwan ee aan ka soo sheekeynay ee culimmadii dadka dalka ka saaraysa ee keenaysa in la hijroodo ama la tahriibo welida aqoontu tahriibto iyo xoogga dhalinyaradu miyaynu weli ka fikirnay oo aynu isweydiinay wa darsi kulli asbaab iyo inaynu cilmi baaris ku samayno dhammaan sababaha allatii sababaha tadfacuhum ku qasbaysa ee ku kalifaysa dadka aqoonyahanka ah iyo dhalinyarada iyo xoogga iyo caqliga cusub ila hijrati inay barakacaan miyaynu weli ka fiirsanay oo aynu ka fikirnay inaynu cilmi baaris ku samayno litastafiida si ay uga faa'iidaystaan minhum dadkaa awdaanhum dalkoodii inay ka faa'iidaystaan dadkan barakacaya dalkoodana u baahan allatii dalkii anfaqad ku nafaqaysay ee ku bixisay calayhim dadka alamwaal kahiir xoolo badan baa dadkan aqoonyahanka masterka iyo doctoraaga sitay aqoonyahanka ah waa la soo koriyay hanti baa ku baxday xoog maroq baa ku baxay maskax baa ku baxday waa laga soo shaqeeyey midhihu markuu bislaadayna waxaa goosanaya kuwa reer galbeedka ah ee gacmaha iyo sacbada u dhigaraya ee mushahar yar siinaya ee warshooda ku dhisaya ee macalimiinta ka dhigaya ee dadka aqoontale ku soo saaraya ee siyaasadda ay u dejinayaan ee ay hagayaan ay hogaaminayaan ay soo saarayaan boqolaal guulood waana gaadheen walaalo bisawaab wabilahi towfiq.